أن يوم عرفة يوم لا يتكرر في العام، عرفوا أن حوائجهم ترفع يوم عرفات فتعود مجابة من رب كريم قريب مجيب الدعوات. يوم عرفة لا يمل ولا يكل، يرفع يديه يسأله أين أصحاب الهموم؟ أين أصحاب الذنوب؟ أين أصحاب الحوائج؟ أين أصحاب الأمراض والأسقام؟ أين أنتم عن يوم عرفة؟ أي ذنب أنت صاحبه؟ أي معصية أنت واقع فيها؟ ذاك اليوم يوم كرم، يوم عطاء، يوم سؤال، يوم دعاء. في الدعاء تدعو الله بما تحب وتسأله، وأنت عالم بكرمه وعظيم فضله وعطائه، وأنت تعلم أن ذنبك عظيم لكن عفوه أعظم، وأن سيئاتك كثيرة لكن رحمته أكبر. حدث ربك، املأه بكل ما في صدرك، أفرغ هم قلبك في دعائك يوم عرفة. الله كريم وأنت مسكين، الله غني وأنت فقير. اسأل ولا يحجبك عن رحمته شيء، ولا يردك عن السؤال شيء. اسأله متذكرا كل همومك واحتياجاتك، كل قضاياك وهمك وغمك، كل أمورك لمستقبلك ولحالك ولماضيك. اسأل ما الذي تريد أن ينظر الله منك يوم عرفة، ماذا تريد أن يراك الله عليه من الحال يوم عرفة. والله أقرب العباد إلى ربهم في ذلك الموقف هو أفقرهم، هو أكثرهم ذلا وخضوعا. وأجمع جوامع الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا تنظر إلى ضعفك وقلة منزلتك، بل انظر إلى عظمة الله وكرمه. وادعو الله وأنت موقن، وادعو الله بإلحاح، حدث ربك، ناجه في دعواتك، اشكو إليه ما أهمك، حدثه عن طموحاتك، عن آمالك، عن مستقبلك الذي تريد. تكلم مع ربك في الدعاء، واعلم أنك أمام من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، واعلم أنك أمام من إذا أراد شيئا قال له كن فيكون.